الكنيسة بكل مهابة وخشوع. تخش الكنيسة مش عمالة تتكلم مع اللي جنب منك، ده كلام ايه ده؟ بتتفكر نفسك قاعد على المصطبة؟ ده انت داخلة بيت ربنا، بيت الملائكة، كل كلمة في بيت ربنا مسموعة، كل طلبة في بيت ربنا مستجابة. بس ندخل بالمشاعر دي نقول ايه؟ أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأجد قدام هيكلك بمخافة. يبقى ندخل بيت ربنا بإيه؟ بمخافة. احنا عيال ربنا. تخيل يا عيال ربنا، ممكن ابونا حداكم في الكنيسه، ابونا القنبس الكبير ابونا بشوق، يعمل ايه؟ يعمل كاميرا. ما عاملين فالكاميرا دي نصور الناس، يجي الخدام يقولوا له ايه؟ يا ابونا هنقعد على الباب عشان نسجل البشوفات اسامي الناس اللي جايه، يقول لا ما تعملوليش زحمه على الباب. بعد الناس ما تمشي تقعدوا على الكاميرات تشوفوا مين جه ومين ما جاش، ما انتوا حافظين الناس، يبقى الكاميرات تسجل مين ايه؟ مين جه ومين ما جاش. طب الاستاذ المهندس الاستشاري جاي من بره، نعرفه ازاي؟ بالشيبه والهيبه والجمال يا ريس، انت تفكر ايه؟ طب ده عرفناه بشيبته، وده عرفناه بنظارته، وده عرفناه بتسريحتها يا اخويا، وتلبس النظاره وتطبق ديه وجايه، وعرفناها كده بالشكل من بره. ربنا حاطط عينه على الكنيسه، شايف مين؟ شايفني وشايفك، شايف كل واحد فينا، بس يا ريته شايف من بره بس، كان ينفع. طب وهو ربنا ينفع يضحك عليه؟ لا. يقول عنه الكتاب فاحص القلوب والكلى. طب وانا لو قلبي فيه كل كيعة سودة وبغضة ناحية اختي اللي ضحكت عليا في الورث، ولا فلان اللي اتكلم عليا ووحش سمعتي قدام الناس، ولا علان ولا تركان اللي قطع عيشي، فانا متضايقه يا ابونا. اصلا انت مرات ابني اول ما جت البيت خربتني، اخذت الواد ومن اقولها الواد ده ليا فيه، وخلاص قطعت العلاقات، ده يعني خربانه خالص الدنيا. ففي كركيعه سودا جوه قلبي ناحيتها يا ابونا. اقول لك طب خلي بالك عشان عين ربنا تخترق استار الظلام. خلي عين ربنا خدي بالك من هي مش عامله زي الكاميرا بتاعت ابونا الغلبان. ده دي عين تخش جوه حتى النخاع، تعرف المشاعر من جوه. تعمل ايه؟ تخلي الواحد يجي جوه قدامه يقول له معلش معلش، ما انا ما قادرش اقبل الطيب اللي ضحك عليا وانا قاعد تجيب وهو متمتع في الغنى. طيب اعمل ايه طيب؟ يقول لي بص يا حبيبي، روحوا مكتب بخير، حوش يا اللي ما معكش، واشتري صليب عليه السيد المسيح مجسم. المسيح على الصليب اتصلب علشان مين؟ طب هو على الصليب كان عريان، اتعرى علشان مين؟ مين فينا محتاج توبة؟ كلنا. مين فينا محتاج غفران خطايا؟ كلنا. ده انتوا كده عايزين اعدل برمجة. ايوه عايزين ابديت من جديد. كلمة كلنا دي قصدك ما تطلعش لقدام في العلاقة مع المسيح. كلمة كلنا دي ما تصنعش قديسين في الكنيسة، تعيشوا وتموتوا مسيحيين. ما تبقوش قديسين. كلمة كلنا دي ما تطلعش لقدام. إيه؟ بقول لك مين خاطي وعايز توبة تقول كلنا؟ اللي هو اللي قاعد جنبك ده حرامي ولا إيه؟ كلنا. واللي وراك ده سراد والتانية جتالة؟ إيه؟ لا. ده مين عايز غفران خطايا؟ أنا. طب مين عايز توبة؟ أنا نفسي أتوب. أقول له توبني يا رب فأتوب، اغفر لي خطاياي وذنوبي. إن كان المسيح ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا، يبقى مات على الصليب علشان خاطرنا. الصلب على الصليب عريان عشان يكسونا بثوب بره. وأنا خاطي وغلطان، المسيح سامحني. فينفع أجيب الصليب وأمسك الصليب كل يوم قبل ما أنام واقول له يا اللي سامحتني وانا غلطان، ارجوك اديني اقدر اسامح فلان. ما قادرش عمايل فلان ده ما يطمنش فيه. يسوى كام ولا ما يسواش؟ انا ماليش دعوه بيه. انا عايزك بس يا رب تديني قوه تسامح منك. طب ما انت عيانه بتاخدي كونجستال ده بتاع البرد بالسكر. يعني هي ليها مفعول وفعاليه، تشفي البردان. وقوة التسامح اللي على الصليب ما فيهوش فعالية تخلي الواحد يسامح ويدي غفران للغلطان. ده غفر لي وأنا خاطئ، غفر لي وأنا مقصر،
ولكن ربنا وانعم عليك بقوه جديده اسمها قوه ايه؟ قوه التسامح والغفران. مين فينا يقدر يتخلى ليا؟ محدش غير مين؟ اللي يمسك فيه، اللي يمسك في اللسان.